فضيلة الشيخ محمد بن صالح حفظه الله، ما العلاقة بين السلوك والعقيدة؟ إيش؟ ما العلاقة بين السلوك والعقيدة؟ وهل يمكن أن يقال رجل على عقيدة سليمة، على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، ولكن عنده خلل في بعض أخلاقه؟ نرجو أجواب التفصيل وأرجو نصيحة فضيلة الشيخ للدعاة في هذه المسألة، جزاكم الله خير. وبارك الله فيك. كلما صحت العقيدة صح المنهج وصح السلوك، وكلما اختلت العقيدة اختل المنهج والسلوك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي تنقص الإيمان، مع أن المعاصي أعمال جوارح، إما قول وإلا فعل ولا ترك. لكن قد يكون الإنسان عقيدته سليمة ونيته سليمة ويريد الخير، لكن يخطئ في السلوك ويسلك جادة غير صحيحة. من ذلك مثل الخوارج يصومون ويقرؤون القرآن ويصلون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أحدكم يحضر صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته. ولكنهم أخطأوا في المنهج، كفروا المسلمين واحتلوا دماءهم وأموالهم، فظلوا ضلالا عظيما. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عنهم: أكفر هم؟ قال: من الكفر فرق. لكن في الواقع أنه حسب الوصف الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون من خير قول البرية، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. فالمهم أن السلوك شيء والعقيدة شيء آخر، وكلما صحت العقيدة صح المنهج وصح السلوك. وقد تكون العقيدة صحيحة بمعنى أن الرجل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، لكن يخطئ في المنهج والسلوك. ولهذا أنا أحث إخواننا من الشباب وغير الشباب أن ينظروا إلى سيرة الخلفاء الراشدين وأهل زمانهم والأئمة من بعدهم. الأئمة من بعدهم وافقوا أو كانوا في زمن يدعى فيه علنا إلى البدعة ويعاقب من لم يقل بالبدعة، ومع ذلك لم يخرجوا على هؤلاء الأئمة ولا وصفوهم بالكفر، بل كانوا يدعون لهم ويصفونهم بأنهم أمراء المؤمنين. على ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وكان فضيل بن عياض وكذلك الإمام أحمد يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لكن تجد بعض هؤلاء المنحرفين في سلوكهم إذا قيل لهم ادعوا للسلطان ادعوا لولي الأمر قال: أبدا ما ندعو عليه، وكأن الأمر متعذر على الله عز وجل، نسأل الله العافية. ولم يعلموا أن الله هدى أقواما يسجدون للأصنام فصاروا يسجدون لرب العالمين عز وجل، والله على كل شيء قدير. ولذلك نرى أن هذا خطأ عظيم. أولئك الذين يقال لهم ادعوا للحكام ادعوا لولاة الأمر بالهداية وصلاح البطانة، يقول: لا ما ندعو عليه، ندعو عليه. سبحان الله، رجل ملكه والله إياك قدرا، هو مالك لك الآن وله السلطة عليك، كيف لا تدعو له بالهداية؟ لكن مشكل السفه والضلال هو الذي يحمل الإنسان على مثل هذه الأمور.